النادي الأهلي واللي حضر هذه المباراة. محمد، مساء الفل عليك. مساء الخير يا أمير، أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا كلمنا عن مباراة الأهلي النهاردة والشمس، أنت كنت متواجد، قول لنا كل ما يخص المباراة، أداء النادي الأهلي كان عامل إزاي، فكر الجهاز الفني هل واضح، الشكل اللي ممكن يلعب بيه مستر باتريس كارترون، قول لنا كل التفاصيل الخاصة بالمباراة النهاردة يا محمد. طيب بص، هبدا معاك الاول ان الجهاز الفني فكر في المباراه ان كل اللعيبه تشارك في المباراه على شوطين المباراه. بدا الاول بتشكيل في الشوط الاول مختلف تماما عن التشكيل اللي شارك فيه الشوط الثاني. هبدا معاك تشكيل الشوط الاول. تمام. علي لطفي كان في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال. محمد هاني ظهير ايمن، صبر رحيل ظهير ايسر، احمد علاء ومحمد نجيب في خط الدفاع، هشام محمد وعمر السوليه في وسط الارتكاز، امامهم ثلاثه في خط الوسط الهجوم. وليد سليمان في العمق، بوسط زكريا في الجبهه اليمنى، جونيور اجاي في الجبهه اليسرى، وراس حربه متاخر محمد شريف. وكان بيتم خلال الشوط الاول التبادل في المراكز بين اللاعبين الاربعه في الخط الامامي في الهجوم. الشوط الاول كان تعادل سلبي، كانت المباراه فيها نديه وقوه من فريق الشمس. تحاول الاهلي من خلال اداء هجومي ودفاعي من كاتيرون وتعليماته للاعبين ان هو يحرز اهداف، لكن قوه وخشونه فريق الشمس في المباراه وايضا تغيير مراكز اللاعبين خلال المباراه والفكر اللي بيحاول يأتيه كاتيرون في توظيف عدد من اللاعبين في بعض الاماكن خلى الشوط ينتهي بالتعادل السلبي. الشوط الثاني علي لطفي استمر في حراسه مرمى الاهلي، هو الحارس الاساسي في المباراه 90 دقيقه، لكن باقي الخط في تشكيل فريق النادي الاهلي كان في الجبهه اليسرى صبر رحيل، تمام، في الجبهه اليمنى اكرم توفيق، اثنين مساكين محمود الجزار ومحمد عبد المنعم واحد ناشئ الاهلي مواليد 99، اثنين وسط ارتكاز لاعب كريم نزد واسلام محارب، وامامهم كان ناصر ماهر، وعلى الاطراف ميدو جابر واحمد حمودي، وفي الهجوم احمد ياسر ريان. الشوط الثاني كان في ضغط هجومي اكثر من فريق النادي الاهلي، احمد ياسر ريان اهدر العديد من الفرص، تحركات احمد حمودي داخل منطقه الجزاء، وبالفعل في الدقيقه 75 احمد حمودي احرز هدف من تمريره من اسلام محارب كره عرضيه، استطاع احمد حمودي ان يحرز الهدف الاول في الدقيقه 75. تمام. في الجزء الاخير من المباراه يمكن ناصر ماهر اشتكى كده من اجهاد، او الكابتن محمد يوسف وباتريس كارترون يمكن شعروا بالقلق، ممكن يتعرض لاصابه نتيجه الخشونه والقوه في اللعب من فريق الشمس، ففضل ان هو يخرج ناصر ماهر في ال 10 دقائق الاخيره ونزل مكانه احمد حمدي. في الثواني الاخيره في التغطيه الدفاعيه استطاع الشمس ان هو يحرز هدف التعادل، يعني كرة عرضية ضربة ركنية ثم دخل لاعب الشمس برأسه، استطاع انه يحرزها او يسدد الكرة برأسه في الزاوية اليسرى لعلي لطفي، وتعادل الفريقان وتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 1-1. غاب عن المباراة، عايز اقول لك، عدد من اللاعبين، وليد ازارو غاب بدون اذن، الجهاز الفني وقع عليه غرامة، احمد الشيخ نتيجة الاصابة اجرى اشعة، اشعة رنين مغناطيسي اثبتت غيابه لمدة 15 يوم، احمد الشيخ غيب عن التدريبات لمدة 15 يوم نتيجة اصابة في الركبة. اتمنى يا رب باذن الله. حظه سيء قوي احمد الشيخ، يعني فترة مهمة جدا. ومع فترة القيد الافريقي وعندنا طبعاً مع طاقم شبه، فبالتالي يعني انتظر لسه القيد الافريقي منتظر لغاية 5/8، يعني انت ممكن تعيد لاعب او اثنين قبل المباراة الأولى، لكن لسه عندك مساحة من الوقت لغاية 5/8. مؤمن زكريا شارك بشكل جيد جدا، تألق وليد سليمان وتوظيف أكثر من مكان. تمام. لكن برضه هتكلم عن اللعيبة اللي ما شاركتش النهارده، باقة بتدريبات تأهيلية لسه راجع من فترة إجازة وكان محتاج يعني فترة تأهيل أكثر، فبالتالي الجهاز فضل إنه ما يخش في المباريات أو المباريات الودية الحالية. تمام. فبالتالي باقة مع باسم علي مع رامي ربيعة أيضا، بخلاف إصابة أحمد الشيخ وغياب وليد أزارو، وأيضا حسام عاشور الاصابه اللي تلقاها او اللي تعرض لها في الجزء الاخير من مباراه فاركو ابعدته عن التدريبات خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، فبالتالي ما كانش في جاهزيه انه يشارك في مباراه النهارده. لسه الجهاز الفني هيشوف حاله عاشور لما الفريق يسافر في المعسكر الاوروبي باذن الله يوم الاثنين، لان بكره الفريق اجازه ويوم الاثنين السفر مساء، فبالتالي يوم الثلاث هيتضح موقف عاشور في المشاركه في التدريبات، لان هي اصابه الكاحل رخمه شويه، فمحتاج يوم او اثنين كمان عشان يشوفوا حالته ويبدا يشارك في التدريبات الجماعيه مع خلاص الايام بتجري بسرعه ومباراه مهمه مع تاون شيب كمان حوالي اسبوعين ان شاء الله في برج العرب. ان شاء الله. طب محمد، عايز اسال بالتحديد عن احمد علاء وافد النادي الاهلي الجديد القادم من الداخليه، وهو طبعا مدافع مميز جدا، وده خط مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ويمكن زي ما احنا عارفين الموسم اللي فات النادي الاهلي كان بيعاني شويه في المركز ده، لدرجه ان كابتن حسام بدري في هذا التوقيت كان بيشارك او بيشرك ايمن اشرف كمساك. رايك شفت ازاي النهارده اداء احمد علاء في المباراه؟ بص، احمد علاء الميزه اللي الجهاز الفني دفع بيه في الشوط الاول بجوار عدد من اللاعبين الاساسيين بخبرات محمد نجيب،
اداء فريق الشمس مش هيقدر يحكم لك بشكل قوي على الامكانيات الدفاعيه او الامكانيات الهجوميه لاي لاعب، لان الجهاز الفني له رؤيه معينه ان المباريات دي بتجري فيها اللعيبه وبتحاول تعلى الفتنس في الناحيه البدنيه. لكن ثباته في خط الدفاع وانه بيستلم الكوره بشكل جيد وبيطلع بالكوره من غير ما يشتتها بتدي مؤشرات جيده بالتاكيد. هو طبعا اختيار النادي الاهلي فعارف امكانيات اللاعب طبعا، لكن هذه المباريات وانت لسه في بدايه فتره الاعداد مش هتقدر تحكم على مستوى لاعب هل ظهر بشكل طيب او لم يتالق بشكل لافت للنظر، فهذه المساله لسه هتتضح اكثر في الفتره القادمه، وهي هتبان اكثر نتيجه ان الجهاز الفني عندما يرى قدرة أحمد علاء على التواجد في المباريات الأفريقية سيدفع به وسيقيده قبل المباراة الأولى بعد المعسكر الأوروبي. إن أنت لسه عندك أربع أماكن في خط الدفاع، أنت ما عندكش غير محمد نجيب وسعد سمير وأيمن أشرف اللي بيلعب في هذا المركز مركز المساك. رامي ربيع بعد عزم صيده في القائمة الأولى المبدئية والانتظار عليه خلال الفترة القادمة، فبالتالي هذه المسألة لسه هنشوفها خلال المرحلة القادمة. لكن بشكل عام ما يسر على أحمد علاء يسر على أي لاعب، يعني حتى النهارده وليد سليمان بيلعب في مركز اخر غير مركزه وبيلعب لعيب طرف، النهارده كان بيلعب في العمق. مش هتقدر تحكم على المستوى لان هو اكيد الجهاز الفني بيجرب كذا لاعب في اتجاه اخر داخل الملعب، سواء في الدفع محمد شريف في راس الحربه او الدفع باجاييه في الناحيه اليسرى او دخول وليد في منتصف الملعب، او حتى في الشوط الثاني لما شفنا تحركات لاسلام محارب وناصر ماهر في وسط الملعب. تمام. بكره الفريق اجازه ان شاء الله، ويوم الاثنين السفر مساء التزام بقى للمعسكر الخارجي، عنده مباراتين مهمين جدا طبعا، مباراتين وديتين يوم 5 ويوم 9، واللعيبه الدوليين هتسافر باذن الله يوم 5/7، تواجد في المعسكر في الاربع ايام الاخيره قبل العوده للقاهره باذن الله، والانتظام في معسكر مغلق بقى لبرج العرب ومباراه تاون شيب كده ان شاء الله باذن الله. اتمنى كل النادي الاهلي كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي وزميلنا في قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا عن كل هذه التوضيحات الخاصه بمباراه